اهلا بكم من جديد، ومعنا من باريس زميلتنا الصحفيه فابيولا بدوي، الكاتبه الصحفيه عبر سكايب. فابيولا، ماذا تقول الصحافه الفرنسيه عن اودري اوزولاي؟ من هي ولماذا فازت وكل ما يدور حول هذا الامر؟ يعني الحقيقة الصحافة الفرنسية حسمت الوضع كله في عناوينها الرئيسية، على الرغم من أن الفائزة هي يعني شخصية معروفة في فرنسا، كانت وزيرة ثقافة سابقة، هي قريبة جدا من الرئيس فرانسوا أولاند، وقفت بجانبه حتى اللحظة الأخيرة، وبالتالي كانت يعني صورها تتصدر كافة وسائل الإعلام. ولكن يعني ربما مساء اليوم بدأت وسائل الإعلام تسرد تاريخ هذه السيدة، ولكن منذ لحظة الفوز كانت العناوين الرئيسية سواء في اللوموند، في الفيجارو، في الليبراسيون تقريبا متشابهة: الانقسام العربي أوصل فرنسا إلى اليونسكو، المعارك العربية أوصلت فرنسا إلى اليونسكو، وزيرة الثقافة تفوز بسبب الأزمات العربية العربية. يعني الحقيقة قبل أن يشيدوا بهذه السيدة أو ما هو تاريخها، هم قالوا الحقيقة، لخصوا الموقف في العناوين، وبالتالي وبالطبع داخل الموضوعات، لأنهم شرحوا يعني يعني المنطقة العربية كانت تطالب بأحقيتها في أن تكون هناك قيادة، ثم نفاجأ بأن هناك 4 مرشحين، ثم انسحبت العراق و ثلاثة يعني يكملون، انسحبت لبنان في وقت متأخر، حتى لو كانت يعني في لحظة الانسحاب لديها 3 أصوات، ولكن نحن نتحدث عن مظهر. يعني حينما أطالب بحق يجب أن أكون يعني في الوضع اللائق. يعني ربما كان يمكن أن يكون هناك 2، هذا كافي، وحتى يعني تقتل الحجة. يعني حينما يعني لم يفز الدكتور فاروق حسني، الكل قال لم يكن لدينا خيار، يعني مصر تقدمت بمرشح واحد والعرب بمرشح واحد، وبالتالي نحن لا نريد، فلم يكن لدينا خيار، فلنعطيهم الخيار ويكون 2. ولكن منذ البداية يعني لم يكن الوضع لائق، يعني نحن نطالب بحق، وبالتالي كان يجب أن يكون مدروسا أكثر من هذا. هم يعني يعترفون أن الصراع العربي العربي هو أو الانقسام العربي أو تشتيت الأصوات بسبب وجود أكثر من مرشح يتزاحم عربي من داخل المنطقة العربية هو من أوصل هذه السيدة إلى يعني بعيدا عن هذا الانقسام، لأنه على الأرض الحقيقة القضية مش انقسام فيما يخص اليونسكو، القضية هناك خلاف عربي عربي فيما يخص قضايا لها علاقة بالإرهاب وقضايا أخرى، هناك خلاف قطري عربي واضح، قطر والرباعية، فإحنا عندنا مشكلة أساسية أظن العالم يدركها. يعني ففكرة الصراع العربي العربي دي مبررة جدا فيما يتعلق باليونسكو. يعني ماذا بعد يا فيولا؟ العربية يعني فبيولا يعني اريد ان اعرف ماذا بعد فكرة ما تردد عن استخدام المال، الضغط القطري، فكرة الاستثمارات القطرية اللي موجودة في اوروبا. انا مش بتكلم بس على المال اللي تحت المائدة، ولكن بتكلم على المال اللي فوق المائدة ايضا كاستثمارات وتأثيره على القرار السياسي. هل في حديث عن هذا الامر؟ يعني بشكل عام يعني نحن في السنة الأخيرة نشهد هذا الحديث بشكل واضح، ولكن يعني حتى نغلق موضوع اليونسكو، لا توجد دولة تخفي دولة أخرى في الانتخابات. ربما كنا نتحدث عن مؤامرات لمحاولة إخفائنا في حال عدم وجود مرشح، في حالة وجود مرشح كل مرشح يحاول أن يفوز بأسلوبه، نقبل هذا الأسلوب أو نرفض هذا الأسلوب هذا شيء آخر. وبالتالي مصر لم يتم إقصائها بصرف النظر عن أي يعني الدولة، أيضا لم تكن هناك يعني رغبة في إزاحة مصر من أي دولة. ما حدث بالنسبة لقطر، هي زحمت على المقعد بكل الوسائل، الوسائل المشروعة وغير مشروعة، وكما ذكرت حضرتك التحقيقات سوف توضح هذا، وحتى لو التحقيقات لم تثبت هذا فالجميع يعلم ان هناك يعني كان هناك منح لجامعات معينه ولمشروعات تعليميه في بعض الدول خصوصا الدول الافريقيه منذ 6 أو 7 أشهر، وتحدثت عنها ايضا وسائل الاعلام الفرنسيه ان قطر بدات المعركه الانتخابيه وحدها.
فهي بدأت يعني هناك أشياء تمت من المنبع، وبالتالي ربما لا يعني لا تتمكن التحقيقات من التثبت منها، لأنه يعني بسهولة أنا أريد أن أستثمر في البلد يعني بعيني، وبالتالي ولكن وهناك أيضا أشياء كانت مستفزة، يعني 10 دول أعضاء من المجلس التنفيذي من بين 58 كانوا في رحلة قبل بدء الانتخابات بأيام قليلة، يعني رحلة شديدة الرفاهية داخل قطر، هذا غير جائز، يعني يجب أيضا على المصوت أو العضو المصوت أن يلتزم بالحياد وبالنزاهة، يعني لو كان ينوي هذه الرحلة كان لابد من تأجيلها حتى الانتهاء من الانتخابات. طب ما فيش في داخل اليونسكو مساءلة عن هذا الأمر، يعني أن يقوم 10 من الأعضاء المصوتين برحلة يعني بالغة الرفاهية في قطر، ما فيش مساءلة؟ ما فيش موضوع الكونفليكت اوف انترست؟ ما فيش ده؟ يعني مش موجود عندهم؟ لابد أن يكون، يعني لابد أن يكون هناك مساءلة، ولابد أن يكون هناك شروط توضع للانتخابات القادمة، يعني حتى لو يعني ردوا بحسن النية أو افترضنا حسن النية، هذا غير جائز، يعني لو كانت الرحلة يتزامن تاريخها مع الانتخابات وأنا عضو مصوت وأصوت بالاقتراع السري وأمثل دولتي، فلابد أن يعني تتم تأجيل هذه الرحلة إلى ما بعد الانتخابات. قطر وجهت بشكل علني إلى 58 عضو، استجاب منهم 10 وبالفعل ذهب، وهذا منشور وموجود وموثق في الصحف الفرنسية، يعني ليس تخمينا، وبالتالي هذا ما أريد أن أقوله، هناك رشاوى أو نقول شراء أصوات تم في المنبع داخل البلاد عبر استثمارات معينة بالتزامن مع الانتخابات، وتم تعمد أن تكون كلها تخص التعليم، لأن احنا نتحدث عن منظمة خاصة بالتربية وبالتعليم وبالتراث، وبالتالي يعني هي كانت موظفة، وهناك بعض الرشاوى يعني تم التثبت منها، يعني لا يمكن يعني أن أوجه لأعضاء يصوتون رحلة يعني غير طبيعية كتب هكذا بتكاليف قاهظة ومدفوعة التكاليف، السبب هو التعرف على وضع قطر الثقافي من الداخل، يعني هذا غير منطقي. فهناك أشياء يمكن التثبت منها، هناك أشياء لو لم يتم التثبت منها يجب أن تمنع وتوضع كقوانين المنظمات، ولكن أن يكون أحدا من كان أو دولة من كانت قامت عمدا بإقصائنا هذا غير حقيقي، غير صحيح. نعم. أن مصر استمرت للنهاية. بالنسبة للاستثمارات القطرية، الاستثمارات القطرية مسار استفزاز حقيقي داخل فرنسا منذ سنوات، وهناك الكثير من النخب السياسية فتحوا هذه الملفات، وهناك الكثير من المؤتمرات التي يحضر فيها مسؤولين، يعني مسؤولون يعني يتحدثون وبعضهم من رجال الأمن أن هذا يمثل خطر على فرنسا، وأن خصوصا هناك في يعني السنتين الاخرانيتين ونحن نعلم يعني حجم يعني الهجمات التي ضربت بها فرنسا وعدد القتلى والمصابين، لا يمكن السيطره على ابناء الضواحي، يعني حينما تتخير قطر يعني الاستثمارات لا تكون انتقائيه، اننا اختار ضواحي بعينها التي يكثر بها المهاجرين والمسلمين لاقوم ببناء الجوامع ومدارس تعليم الصغار والاستثمار فيها، يعني هذا غير جائز أيضا، يعني من يريد أن يستثمر في كل الضواحي. وأيضا تم الكشف عن وجود عدد هائل من الجمعيات، حتى أن بعض الباحثين يعني أشار أنه بحثيا تم رصد 242 جمعية إسلامية تمولها قطر، هذا أيضا غير طبيعي وهذا ليس استثمار، ولا يعقل أن يتم اللعب بعقول الأطفال منذ المدارس وبحجة تعليم القرآن وهيمنة على الأئمة والهيمنة، يعني أيضا تثبت لرجال الأمن وتم الإفراج عن بعض الوثائق الاستخباراتية أن هناك بعض الشباب، أو يعني لم يستر العدد، ولكن هناك بعض الشباب من الفرنسيين الذين سافروا إلى سوريا والعراق كانوا يسافرون بأموال قطرية، وكان يتم تدريبهم في تونس وفي ليبيا، ورصدت الأماكن، ثم بعد هذا يذهبون عبر تركيا بتمويل قطري، وبالتالي الآن الربط كامل بين الاستثمارات القطرية وبين يعني المال السياسي من جهة والمال الذي يمول الإرهاب من جهة، والملفات مفتوحة، ونتصور أن هناك يعني أوضاع كثيرة سوف تتغير. كان أولها ما أعلنه إيمانويل ماكرون في حملته من أن يعني السيد نيكولا ساركوزي وقت حكمه أعطى قطر ما لم يعطى لدولة مثلها، وهو الإعفاء الضريبي على الاستثمارات،
وقرر ان تعامل قطر مثل اي دوله، وان يعني تسدد كافه ضرائبها، وبالتالي حينما تسدد الضرائب وحينما يكون هناك ضرائب تكون هناك مراقبه على التمويل. ايضا هناك علامه استفهام، نتوقع ان تفتح الملفات في القريب جدا حول اين تذهب عائدات الاستثمارات، يعني ثبت ان هناك طرق ملتويه، العائدات الاستثمارات لا تخرج من فرنسا، توظف بشكل اخر وتذهب الى دول اوروبيه ولا تذهب يعني ولا يمكن تتبعها. فالان خطوه الضرائب هي خطوه مهمه لتتبع عائدات الاستثمار، وهذا قرار دوله اليوم تجاه قطر. شكرا، بشكرك من باريس الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي على هذا التحليل.